السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم اتفضلي. إيه كنت عايزة اسأل سؤالين لو سمحت. اتفضلي. إيه لو سمحت، لو انا ان شاء الله رايحة اعمل عمرة، هل يجوز ان انا استلف من حد مثلا باقي فلوس العمرة، مع العلم من ان هو يعني هستلف وان انا ما سددتش الفلوس في وقت معين بيخصمه هو بفوائد، بس انا هرجع له الفلوس اللي انا استلفتها بس مش هدفع عن الفوائد؟ والله لا انصحك بان تقترضي من اجل العمرة، لانك اذا لا ده من شخص، الشخص ده ليه حساب في بنك، مش يعني انا ماليش حساب في بنك ولا هقترض، ده من شخص مش من انا بنك. عارف اعرف اعرف بغض النظر عن الربا من عدمه، لا احبذ ان تقترضي للعمره، لانك اذا مت ستسالي عن الدين، لكن اذا لم تعتمر لن تسالي عن العمره. شكرا.